بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبو بكر طرد ما أدري كم طلعت 7 كذا مرة واحدة. يا الله يا الله يا الله، جننوني بالمضادات هذه. خطط مضادة، خطط كل شوي بيكا، كل شوي ميجا نايت مع الساحرة، هالأمور هذه. لا تقول لي فارس مطور، تكفى. الحين واحد يشك، ما يعرف لانس فرقعات مطورة أو فارس مطور. ذكرني بالمرايا. لكن أنا العموم ما فقدتها كثير. لأنه السم مهم، يعني السم مهم. أنا العموم ساحرة مع مرايا، الأمور شوي خطرة. ما هم طور الفارس ما هم طور، وال كان حلو قوة الله بالله. رمت فرقعات ما هم طورة، بس لا 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 تكلمت بدري. يا الله حلو راحت هناك. الله يعني. لازم ضحكة بالأخير، هذا معبي الخطة. واضح واضح انه معبي الخطة. طيب في معه أسهم، أفضل تشتري القرص الأسطوري، لأنه قطعة التطوير هذه مستحيل صعبة، يعني ب6000 شوي صعبة. هذا قصي كأني قابلته، الله العالم كأني قابلته قبل أسبوعين، الله أعلم. يا ليل
مورتر مطور، مدفع مطور. يقلقونك يعني بالخصوم اللي كل شوي بطايق مطورة. قلق مرة قلق كذا. نشوف الآن إيش ممكن نسوي، إيش ممكن نسوي. يلا والله مصيبة كذا، كل شوي مباني، كل شوي يعني الله أعلم يعني إيش ممكن نقول. كل شوي بس قلق وبس، يعني قلق وبس، هذا الأكيد. إنا لله، هذه تحولت لمبنى. الله ياخذ، حركات استهداف السياف ذي مقرفة ومقلقة. قرفني صراحة، أنا ما أحب ألعب زي كذا، صرت ما أحب ألعب ضد هذول الخصوم والأشكال اللي زي كذا. مبنيين بالأخير، واقعيا قاعد أقابل مبنيين. العربة كل شوي تتحول، خصم يتحول كل شوي. أكيد يعني ما راح اجيك نفس بالاخير ضد مبنيين يعني فعليا. حلوين الحراس الملكيين، حلوين انقذوه طبعا. مطورين زي ما نشوف،
ما شاء الله عنده يعني قاعد يشتري الأخوهم قاعد يدفع باللعبة، قاعد يدفع بالوهم، يعني عنده تشكيلة ممتازة. عندنا خصم مطور، فارس مطور، مشكلة. رهيب هذا، عامل منجم عظيم، مرة رهيب. المشكلة انك يعني خفيف بالزيادة يا وهم، فهجومك صاير وهم وصاير غم مهم عليك وعلى الخصم، لانه الخصم اكيد بينقلك من هذه الخطة. بس بالنهاية ما في هجوم، يعني فعليا ما في هجوم. الهياكل ذولا قويين صراحة، مو بالهياكل، الحراس الملكيين. أوه، ما يكفي الخسارة اللي خسرته هذه المرة، لازم تنجلد وتندعس بالمستوى 15. هذا لسان حال اللعبة طبعا. حسبنا الله ونعم الوكيل على كذا لعبة. شوف كيف العفان، شايفين كيف هياكل من هنا وهياكل من هنا. ليش ما بدأ ليش ما يبدون هذولا الحقيرين؟ أنا ما أدري. الله ياخذهم. أنواع المضادات، أنواع البلاوي، الله يلعنكم اللعبة صراحة. الله يلعنها اللعبة. يعني أنواع العفن، يعني أنواع ال 20 مليون مضاد، 20 مليون مضاد في كل مباراة، بالذات هذه المباراة. يعني هياكل وكملت بشاهد القبر وتنين النار، شيء سيء سيء سيء. ولعبة يمين بالله، لعبة زبالة. تتعب وانت تقول لعبة زبالة. يقدر يلعب تنين النار وشاهد القبر الآن على هذا. فارس بعد، الله تكمل بسم الله. مستوى 15 والكلب أو الكلبة، يعني لا حد يزعل من الألفاظ هذه لأنها أقل ما يقال. الحقيرة تركتني أنا أبدأ المباراة، اسمها اسم بنادي. الحمد لله أخذت البرج. الخصم قال مستحيل يرجع المباراة، أظن يعني هو زينا ماله نفس. مستوى 35،
يعني هذا الحال وهذا التعب وهذا المشاكل اللي نشوفها بهذه اللعبة. أمين، يلا بنشوف. من سوريا الحبيبة، لا إله إلا الله. من أولها واضح الأمور واضحة. على الأقل هذا بدأ المباراة. شايفين كمية القلق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش ذا الإجرام؟ إيش ذا الإجرام؟ عامل منجل وبرابرة و خلاص بعدين. عامل منجل، عامل برابرة و ايش هذا بعد ميجانايت؟ ايش هذا؟ ايش العذاب هذا في كل مباراة؟ ايش العذاب هذا في كل مباراة؟ مشكلة والله، والله مشكلة. رامة مفرقعات مطورة يا الله. فوز اسطوري على الأقل. وكذا نكتفي أظن. أعوذ بالله، شوف كيف معبي الخطة. والله العظيم تعذيب، والله عذاب، والله عذاب. أقسم بالله لعبة لعبة بس كذا استقصاد للتعذيب. شيء مرة مو طبيعي والله، والله مرة مو طبيعي. ما هي مباراة ولا مباراتين ولا ثلاثة، كل مبارياتك كذا بتصير أمام مضادات، مليون مضاد وناس معبين الخطط. يعني شاهد غبر وهياكل وكمية هياكل. الحمد لله يعني السياف حل نص المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.